على الهاتف الأستاذ جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصديق العزيز المحترم. أهلا بيك يا أستاذ جمال. أهلا بسيادتك، أهلا بيك يا أستاذ ناشئ والسادة المشاهدين الكرام. أستاذ جمال كل سنة وأنت طيب الأول. طب الصحة والسلامة يا فندم، شعبنا بخير يا رب. يا رب. البرامج الرمضانية طبعا عندكم لجان وبتتابعوا أكيد بالتأكيد شايفين كل كبيرة وصغيرة. اولا يعني قبل ما اخش فيه انا بتكلم في موضوع برنامج رامز، وحضرتك يا ريت تكون سامعني وانا بتكلم على البيان القوي اللي طالع من المستشفى العباسيه وبيتكلم وخايف على المجتمع بشكل كبير جدا زي ما انا خايف، والبيان اوضح لي ان انا الحمد لله مش على غلط، يعني انا بفكر بشكل صحيح وربنا يعافيني. عايز اسمع رايك يا استاذ جمال، وعايز اسمع رايك بشكل عام على النقاط الايجابيه ايضا في برامج رمضان ومسلسلات رمضان السنه دي. هو بداية يعني أثمن البيان الرائع اللي صدر عن اليوم، وهو بيان الحقيقة بيوصف الحالة بدقة شديدة جدا وبيحذر المجتمع من خطورة مثل هذه البرامج اللي بتسيء للإعلام العربي بصفة عامة وبتسيء للفن المصري وللضيوف وللشعب المصري وبتهدد النشأ في تكوينهم الأخلاقي والسلوكي في الفترة اللي جاية. فالشعوب بتدفع ثمن مثل هذه البرامج التي لا تستند لأي معايير أخلاقية أو معايير إعلامية أو معايير مهنية. البرنامج اللي سيادتك بتتكلم عنه يا فندم ده يعني انحرف من إطاره الطبيعي في المقالب إلى ما هو أخطر من ذلك، إلى التلذذ بتعذيب الضيوف والاستمتاع بتوسلاتهم وصرخاتهم، وهذا بالطبع أمر مرفوض أخلاقيا وسلوكيا وإعلاميا. المجلس من ناحيته فتح تحقيق من أول يوم تم بث في مثل هذا البرنامج في إطار لجان الرصد اللي في المجلس بترصد المخالفات وبتقيم الأوضاع اللي هي الإعلامية فبصفة عامة، لكن بصفة خاصة هذا البرنامج بالذات تم فتح تحقيق من أول يوم، ولجنة الرصد بترصد كل المخالفات اللي في كل حلقاته، ولجنة الشكاوى بكرة في اجتماع في المجلس لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في إطار الضغط الشعبي والمجتمعي الرافض لمثل هذا الامر، او على طول كمان البيان اللي صدر النهارده من وزاره الصحه. فانا عايز اقول لسيادتك يعني المجلس هياخد كل الاجراءات القانونيه الممكنه في هذا الاطار، اضافه كمان احنا بنبص على برامج ثانيه، برامج مقالب ثانيه، برامج مصريه للاسف الشديد بتعرض في قنوات مصريه، واحنا هناخد برضه ضدها بكره اجراءات قانونيه المتاحه. وعايز اقول لسيادتك احنا زي ما احنا بنرصد المخالفات الموجوده نحن نرصد ايضا ايقونه الدراما في رمضان هذا العام، وهو مسلسل الاختيار. صحيح. هذا المسلسل صحيح. الاكثر من رائع، المبهر، الذي يعني عايز اقول لسيادتك بيحلل ما في داخل كل المصريين ويقدم لكل الشعب المصري ما يشتاق اليه من معلومات. استاذ جمال يعني انت بتعمل مقارنه يعني مقارنه ومقاربه يعني للمشاهد، ادي الغث وادي السمين، ادي الخير وادي الشر، ادي البناء وادي الهدم، ادي يعني الحاجه اللي نتشرف بها ايقونه، انت قلت حضرتك بتعبيرك ايقونه الدراما المصريه ربما عبر التاريخ، وهذا العمل اللي بيهد يعني اللي بيبنيه مسلسل الاختيار قد يهدمه برنامج رامز. بالظبط يا فندم، بالظبط بالظبط. ايه اللي ممكن نعمله بكره يا استاذ جمال في المجلس؟ المجلس هياخد كل الاجراءات القانونيه الممكنه على ضوء ان دي مجموعه قنوات ام بي سي، قنوات اللي بتبث هذا البرنامج هي قنوات كبيره وهي قنوات عربيه، واحنا سنخاطب ان شاء الله هنبدا اجراءاتنا بمخاطبه السيد وزير الاعلام السعودي لوقف هذا البرنامج على الفور، ونامل ونثق انه ياخد الاجراء المناسب في هذا الشان. انا بشكرك جدا استاذ جمال شوقي على هذه الاطلاله وهذا الوضوح وهذه الوطنيه وهذه الرؤيه.